العلماء لما قسموا من خلال الاستقراء لما استقرأوا الأدلة الشرعية وجدوا أنه في قتال أو بسموه أحيانا جهاد، لأننا قلنا الجهاد أوسع، قتال أو جهاد دفع. إيش يعني دفع؟ إيش يعني جهاد دفع؟ يعني أنت بتدافع عن نفسك، يعني مثلا عدو هاجمك زي ما بيحصل مع المسلمين اليوم في العالم، معظم جهادهم جهاد دفع، دفع، سواء هاجموك أنت كدولة أو هاجموا دولة إسلامية ثانية أو هاجموا دولة أنت بينك وبينهم معاهدات على الدفاع مشترك زي ما بيقولوا. كل هذا لما تقوم أنت وتقاتل شو اسمه؟ قتال أو جهاد الدفع. إذن وهذه واضحة من خلال استخدام تعبير إيش؟ الدفع، معناته هو هاجم وأنت إيش؟ تدفعه. وهذا طبعا بيختلف عن جهاد الطلب. إيش الطلب؟ أنت تبدأ، أنت تبدأ. بيظل السؤال طبعا ليش أنت اللي بديت؟ إذا ميزنا الآن بين جهاد الطلب وجهاد إيش؟ الدفع. وفي تاريخ الصحابة وجدنا النوعين، في تاريخ الصحابة والتابعين والتاريخ الإسلامي وجدنا النوعين، جهاد الدفع إنهم المسلمين هم بقوموا بالدفاع، أو لا هم ببادروا للهجوم. والعلماء لذلك وضعوا لجهاد الطلب شروط تختلف عن جهاد الدفع، تختلف عن جهاد الدفع. يعني المسلم في جهاد الدفع مفتوح له الأبواب بشكل أوسع بكثير من جهاد إيش؟ الطلب، لأنه في جهاد الطلب أنت بتكون إيش؟ أنت المبادر، أنت المبادر. فبالتالي الشروط وين موجودة أكثر؟ في جهاد الطلب لما تكون أنت المبادر. في جهاد الدفع بيفتح لك الأبواب كثيرة، بلغي شروط مشان تكون أنت قادر انك تدافع بشكل بدون اي قيود كانت موجودة في جهاد الطلب. مش موضوعنا الان، لكن عشان بعض الاخوة سأل في موضوع جهاد الطلب وجهاد الدفع. وبالتالي اذا في ناس بزعموا انه في الاسلام فقط في جهاد دفع وفيش جهاد طلب، هذا كلام يتناقض مع القرآن والسنة وسلوك صحابة وسلوك التابعين وسلوك الامة عبر الاجيال كلها. لا، موجود النوعين، موجود جهاد الدفع لما بيهاجموك هم او بيهاجموا مسلمين ثانيين، وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هاي مثلا اعتدوا على ناس ثانيين فاستنصرونا، هذا بصير جهاد دفع برضو بشكل، ولو انه مش مهاجمين بلدنا احنا بس مهاجمين بلد اسلامي ثاني مثلا، تمام، برضو هذا بصير جهاد دفع. طيب، إذا واقع في القرآن والسنة وواقع الصحابة والتابعين والأجيال كلها النوعين موجودات، جهاد الدفع وجهاد الطلب. ما حدا راح يسألكم في موضوع جهاد الدفع، لأنه هذا جهاد الدفع على فكرة في كل الشرائع وعند كل الأمم هذا بدهيات، هذا من حقك، مش هيك بيقولوا هم؟ هم بيقولوا إنه من حقك، بس في النهاية إيش على فكرة؟ إذا صرت تدافع عن نفسك اليوم ايش بصيروا يخترعوا لك امور، وكانه انت يعني يفترض انه لما هو بيجد مصلحته في مهاجمتك بصيرش انت يعني الدافع. تفضل، انتبهتوا شو الكفر؟ مين اللي بيعلم حقيقه البشر الكافر على فكره؟ مين بيعرف حقيقتهم؟ الله. لذلك انتوا انظروا في تشريعات القران كيف مشرع، والنظريه المتكامله في موضوع الجهاد والقتال، حتى تدركوا انه احنا احيانا بنكون مش فاهمين الكفر. هذا الكفر على فكرة، الكفر بيسمح لكش إذا كنت ضعيف أنت إلا بيعتدي عليك. ها، ما سمعتوش في يوم من الأيام لما واحد زي بوش أجا قال اللي مش معنا علينا، أخرى كمان إحنا نمشي معاك في ظلمك، وإذا ما مشيناش معاك في ظلمك شو بكون؟ معناته يعني اعتديت علينا أنت، أنت لازم انتبهتوا؟ شفتوا الوقاحة؟ هذا في القرن إيش؟ 21. فما تظنوش إنها اختلفت يعني الأمم، صارت أساليبها مهذبة أكثر شوية، ساليبها ومداخلها يعني شوية مهذبة. وبصاروا يتخفوا في بالنسبة لجرائمهم. زمان كانوا يظهروا جرائمهم بدون اي، زمان اهل زمان
يظهروا جرائمهم بدون أي نفاق. وهينا هينا من نشتغل اليوم، لا اليوم بتلونوا وعندهم أساليب كذا. بس لاحظ أنه الآن تجربتنا شو بتقول؟ تجربة العالم الإسلامي لما الأمة ضعفت وتركت الجهاد وما كانتش مستعدة، ما هو الله قال ترهيبون به وأعدوا لهم، هاي كمان لاحظوا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إيش ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن برضو الاستعداد في حد ذاته أحيانا شو يقصد منه؟ مشان ما يعتدى عليك، ترهبون به مشان ما يعتدى عليك. حلمك هو 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 هو, هو قلنا إنه ممكن أنت هو اعتدى على دولة ثانية بينك وبينها مثلا مشترك، هذا بصير الاستباقي. الاستباقي لما تشوفه أنت مجهز حاله مشان، وصارت كل المؤشرات تقول إنه هو بده يهاجم أو ينقض عهود، بصير هذا دفاع أو جهاد دفع. مبادرتك أنت نتيجة المقدمات اللي ظهرت منه إنه هو بده يعتدي وينقض عهود، هذا صارت جهاد دفع. حتى لو بادرت أنت، حتى لو بادرت أنت صار دفع، لأنه صار واضح. يعني بدك تستنى أنت؟ مش معقول. مرات مين إله الضربة الاستباقية في الحروب المعاصرة؟ فهون هذا إذا في معاهدات طبعا لازم تبلغوا إنك أنت نقضت، إنه خلق تبلغوا إذا في معاهدات. ما فيش موضوع تاني، هذا بيختلف الآن، مش موضوعنا الأحكام القتال والجهاد في الإسلام اللي هو قتال. إذن شفتوا اليوم شو اللي بصير؟ إحنا أكثر أمة جربت، وشفنا عدوان الكفار كلهم بدون استثناء، لم تبقى أمة كافرة إلا وتجد منها العدوان لما بتشوف نفسها قوية. ومش بس هيك، بتعتدي عليك لأنك مرات بتخالفها في قيمها. شوفوا اليوم مثلا غرب لما بيقول لك ديمقراطية، عم بيعتبر أي أمة على وجه الأرض لا تؤمن بفلسفته. ما هي شو الديمقراطية؟ مش الديمقراطية زي ما بظن الناس انه حرية الاختيار للحاكم، لا هذه جزئية، مش هيك؟ الديمقراطية فلسفة متكاملة، فلسفة. اذا ما امنتش بفلسفته بصير يعتبرك انت مجرم. اذا ما امنتش، ما تبي تقول حرية الرأي وحرية الاعتقاد، كذابين في النهاية. اليوم صار واضح عندكم، اليوم صرتوا واعيين اكثر كمسلمين، حتى يدركوا المسلمين انه لما هم كان بفرطوا في موضوع الاعداد. طبعا تفريطنا كان نتيجة امور كثيرة من ضمنها التخلف الامة، ولكن الامة بدأت الان ترجع. اثنين، والنواطير هذول النواطير اللي بسموهم حكام وضعوا على 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 العروش. وعلى فكرة ولا في امة يبدو من الامة بلاد العرب بالذات استقلت، مش كاينة مستقلة من الاستعمار، بس كانوا يتلونوننا ويظهروننا ويعملوا شوية مسرحيات هيك، يظهروننا إنسان بطل ويظلوا إيش بركب على ظهورنا، وفي النهاية لما بدنا نسقطه ببيعنا وبيستنجد بالأمم تيجي زي ما أنتوا شايفين الآن. يعني صارت الحقائق أمامكم تمام، وفيش أمة فكرة إذا بتشعر إنك ضعيف إلا تعتدي إذا كانت كافرة. بمعنى آخر، إذا ما كانتش مؤمنة بالجهاد، إذا ما كانتش مؤمنة بالجهاد وقيوده مؤمنة خلص معتدية على طول. لذلك العلماء الاجتماعي اللي بيفهموا حتى من الغربيين لما بيشوفوا النظرية في الإسلام بيدركوا إنها هذه العدالة وهذا الحق، وهذه الأمة الوحيدة اللي بتختلف عن باقي الأمم لأنها مش عدوانية مقيدة بمفاهيم الجهاد. طيب في طلب، طب في طلب، في جهاد طلب، يعني أنا أبادر. نيجي بنسأل بنقول هو الله سبحانه وتعالى لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو نزل عليه الرسالة للعرب، للعرب ولا للناس؟ للناس، للناس. وفي ذاك الزمن على فكرة كانت الحكام هي اللي تفرض على الشعوب الدين وتضطهد كل من يخالف، هيك الحكام. فالناس على دين ملوكها، والملوك بتذكروا، اعطينا مثال احنا مثلا في زمانات هنري الثامن في بريطانيا، هذا لما اختلف هو والبابا، والبابا وكان مزواج هذا الزلمة هنري الثامن
الزواج بحب النسوان وماله يعني ما فيش اشكال، بس المهم بحدود وقيود. المهم هذا في زماناته لما اختلف مع البابا والبابا بده يمنعه، كانت اصلا بريطانيا كاثوليك، فقرر هنري الثامن يتحول للبروتستانتية، والان بريطانيا لليوم بروتستانت على دين زي ما حولها هنري، زي ما حولها هنري الثامن، خلص كان قرار بتحول من كاثوليك لبروتستانت، حدا بخالف، وكان في محاكم تفتيش كمان في الغرب بالنسبة للي بخالف في الدين. وانتم بتلاحظوا المسلمين بعد ما حكموا في الاندلس 800 سنة ثم اخرجوا، طيب ممتاز، صار في قتل، صار المسلم مخير بين الامور التالية، يعني هو غير مخير، يا بهرب يا بتنصر يا بيقتل، فيش ما عندهمش يعني انه انت زي ما المسلمين كانوا بيعملوا. المسلمين لاحظوا نزل عليهم دين رباني، رسالة خاتمة، تؤمن بكل الرسالات الانبياء من ادم حتى محمد، للعرب لا، للجزيرة العربية لا، بيؤمن بحدود لا، لانه هذا دين رباني، شو يؤمن بحدود؟ ونازل لمحمد، ونازل للعرب، محمد صلى الله عليه وسلم، لمحمد صلى الله عليه وسلم والعرب بس، لا مش صحيح، ما هو قال للعالمين للبشرية كلها، اذا في هذه الحدود اللي وضعوها البشر والظلمة نعترفش فيها. ايش يعني بتعترفوش؟ ايوة هالطغاة، لحظة، الطغاة اللي بيحكموا الشعوب وبيمنعوها من حرية اختيارها في دينها وبظلموها وبينهبوا مواردها، وبتعرفوا كيف يعني شو كانوا ملوك وشو بيعني يعني، والشعوب كلها مستعبدة. المسلمين بادروا الى اسقاط هذه الانظمة، بادروا، هذا جهاد الايش؟ الطلب. الان انت بتجدوا اذا النوعين موجودات، بادروا هم، ولما كانوا يسقطوا النظام يتركوا الشعوب تختار، كانوا لما يسقطوا النظام وما فيش احد بقدر يزعم انه المسلمين في يوم من الايام، مع انهم كانوا اقوى دولة في العالم في عهد الراشدين، اقوى دولة في العالم في عهد بني امية، اقوى دولة في العالم في عهد بني العباس، اقوى دولة في العالم لمدة اكثر من 1000 سنة، ما اكره احد، ما اكره احد، ولذلك اللي بيكتبوا من المنصفين من الامم المختلفة بيعجبوا تماما في اللي هو فتوحات الاسلامية بالذات، وكيف انهم كان هدفهم بالدرجة الاولى ايش؟ اسقاط الانظمة هاي والاتاحة للناس يختاروا، ما كانوش يجبروهم على انهم يكونوا مسلمين. اما كونهم تأثروا بالاسلام وعدالة المسلمين واسلموا وتعاطفوا بشكل عجيب، ممتاز، هذا حصل، بس يعطونا امثلة على انه المسلمين مارسوا على عقائد الناس اي ضغوطات تمنع، حتى الكنائس الموجودة ما كان ما يمسوها، وانتم تعرفوا كيف كانوا يوصوا لما كان ابو بكر مثلا او غيره يشيع الجيوش، شو كان يوصيها زي ما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم، شو كان يوصي، واضح المسلم بيعرف. طيب اذا مش صحيح زعم البعض انه المسلمين كانوا دائما يكونوا مدافعين، معناته بتعرفش الكفار انت، معناته بتعرفش الانظمة الكافرة وايش ممكن تعمل حتى في شعوبها، انت تشوف الشعوب مظلومة كمسلم وتسكت، طب وين زعمك انك انت رسالة جاي للعالمين وانه البشر كلهم اخوة والى اخره، اعترافك بالحدود اللي قسمها الظالمين ومارسوا على الامم سلطاتهم وقهروها، تسكت انت؟ ما اليوم هيهم بيزعموا انه امم متحدة واحنا بصير ايش كأمم متحدة، شوف هم بس بستخدموها والناس مش شايفة منهم سلوك صحيح، الناس كاشفتهم انهم ظلمة هم وغطرسة، اما هم بيستخدموا هذا المبدأ انه بصيرش احنا بنسمحش اضطهاد الانسان في اي بلد ولا بنعترف بحدود اذا اضطهدت الشعوب، هذا بيجهروا فيه لانه هذا اشي محترم عند الشعوب كلها، لما تكون انت صادق، ايش يعني صادق؟ انه قصدك فعلا رفع الظلم عن البشر، مش قصدك انك تنهب مواردها وتتسلط على رقابها، ولذلك هم بيستحوش اليوم يجي يقولوا لك ما بنسمحش احنا، وتحت البند السابع بتتدخل كمان الامم المتحدة، تحت البند السابع مشان تمنع الظلم والاضطهاد والكذا، بس اكتشفت الناس انه هدول بيستخدموها القوى اللي بيسموها عظمى، مشان ايش بيستخدموها؟
للظلم ونهب الموارد واللي بسموه استعمار، كذب بسموه استعمار كذب، هو مش اعمار، هو تدمير. فبالتالي المسلمين ايجابيين كانوا جدا، وبالتالي الشعوب قبلتهم تمام. اصلا شوفوا اسبانيا قداش لشهول الجيش اللي دخل طارق بن زياد وغيره وموسى بن نصير، قداش يعني هم على طول اهل البلاد فتحوا لهم وتعالوا من كثر ما كانوا شايفين ظلم، ولذلك فتحت البلاد بسهولة. ها بلاد شاسعة، ومش بس يعني كما سبق قلنا في دراسة معاصرة انه عبر 100 سنة وجدوا انه المسلمين كانوا يفتحوا كل يوم بمعدل 15 كيلومتر مربع كل يوم على مدى قرن كامل. الشعوب كانت تتقبل. وين المقاومة؟ وين المقاومة الشعوب؟ وينها؟ مفيش. ليش؟ ليش؟ ليش ما كانتش تقاوم؟ أيوة، لأنه معروف إيش الحكام، ها؟ ومعروف إيش هذول أصحاب رسالة وبيؤمنوا بالأخوة الإنسانية وبيعترفوش بحدود الظالمين، فما يقعدوش يقولوا لي إنه في الإسلام أنا بإمكاني أني أبقى متفرج على الشعوب المظلومة وأنا قادر أنصرها، لأنه هاي القدرة ضرورية طبعا. إنك قادر، أنت قادر وما بتفعلش، إيش الفرق يعني بين بلدي أو غيره؟ إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ لكن العبرة إنه شو مقاصدك أنت ومين أنت. والشعوب بتقبل هذا الكلام. اليوم ناس بيجوا بيقولوا طيب اليوم اختلفت الظروف، طب ما هم فقهاء الإسلام وقادة المسلمين عبر الأجيال كلها كانوا يراعوا الظروف طبعا. اختلف في قدرة ما فيش قدرة، أنو الأنسب؟ لأنه دائما إذا بتلاحظوا القتال هو الحل الأخير، هذه الجراحة إذا كان في حلول ثانية هي أفضل. إذن القتال هو وسيلة مش غاية، القتال هو وسيلة مش غاية. وما يجوز إطلاقا أنا أقاتل مشان إيش؟ إني أفرض ديني أنا الحق على البشر، ما بطلع لي هالكلام. أفرض ديني على البشر؟ لا، إنما لمنع لإسقاط الحواجز التي تحول بين الناس وأخذ الدين. في إني أصل مش من حق أي نظام ولا أي طاغية إنه يمنع الناس تفكر وتأخذ الدين الحق، مش من حقه. وإذا منع وإذا تسلط على رقاب الشعوب إحنا المسلمين يبادروا، إذا قادرين يبادروا. واليوم صار في وسائل على فكرة إنك تبلغ أنت الشعوب، والشعوب اليوم واعية على فكرة. إيش يعني؟ في علم وفي ثقافة، في أمور كثيرة كانت تقبلها الشعوب القديمة الناس ما قبلوهاش اليوم. لو يجي أوباما اليوم يجي يقول للشعب الأمريكي أنا بدي أفرض البروتستانتية اللي هي دين الأكثرية على أمريكا، اللي أول ما بقوموا له البروتستانت بقولوا له ممنوع تفرض البروتستانتية على الكاثوليك مثلا، ما في كاثوليك في الولايات المتحدة مثلا، تمنع أنت تمنع الكاثوليك؟ بقدرش، ما عادش يقدر أصلا. وبالعكس إذا بده يمارس ما كانوا يمارسوا القدماء، ردة الفعل شو بتكون؟ عليه قوية. ولكن في شعوب اليوم متخلفة وضعيفة ممكن يضحك عليها ويتسلط عليها، فيه. وفي شعوب لا بتقبلش أصلا إن أنت تيجي تفرض عليها. واليوم تصوروا لو إنه ما ينفق على الأسلحة والتسلح في بلاد العرب والمسلمين، لو أخذ بس 1 في 1000 وأنفق في الدعاية والإعلام على فقط لدعوة الشعوب هذا والإيمان، اليوم إذن أنت بتقدر تفتح بلاد وتوصل الإسلام بالطريق اللي هي الناس بتتقبلها أفضل. لأنه أنت ما يجوز أصلا، طالما ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ما يجوز تروح للتي هي مش أحسن. على ضوء إيش؟ على ضوء نظرتي في الموضوع، ولأن ضوء مقاصدي. شو مقاصدي أنا؟ الناس تكون حرة في اختيار الحق، حرة في اختيار الحق. هل يجوز لي كمسلم أن أسلك سلوك بحيث أضع حواجز بيني وبينهم، بيني وبين هذه الشعوب، وأتيح للظلمة والمتغطرسين إنهم يضلوا الأمم؟ ما بيجوز. إذن المسلم في كل عصر بيشوف إيش الشيء الأنسب للشعوب. لاحظوها الأنسب للشعوب، أنت بتقول رحمة بالشعوب، طب شو الأنسب لها اليوم؟ أيوة الإسلام من أول يوم كانوا المسلمين يرعوا هذا الكلام. إيش الأنسب للشعوب؟ نسخة الطاغية ولا كيف؟
ولا ما في شعوب اصلا زي الشعوب في اندونيسيا لما دخلها الاسلام. اندونيسيا كيف دخلها الاسلام هو اصلا اللي هي اكثر دوله او نسبه المسلمين كانت في يوم من الايام في القرن العشرين اعلى نسبه مسلمين في العالم الاسلامي كانت موجوده في اندونيسيا. طبعا الان صار على فكره صار الان في تبشير فيها وبيستغلوا انه المسلمين غير العرب مرات لان بفهموش الاسلام وفي فقر مرات ومناطق بعيده هيك ومتخلفين. والتبشير له اساليبه, التبشير المسيحي اقصد له اساليب في تضليل الناس واستغلال ضعفهم. والضعف طبعا وين بيستغل الضعف كان على فكره التبشير الغربي الضعف غالبا كان يركز في ثلاث قضايا: الفقر وقضية المستشفيات والطب وقضية المدارس والتعليم. يركز على هذول الثلاث لانه هذا اللي الانسان بيكون فيها ايش جاهز يتعاطف معك. فقير بتعطيه فقير, بعدين في المستشفى وانت بتعالجه تمام, وانت اللي لذلك على فكرة المستشفيات اللي انشئت في بلادنا لعلمكم اكثرها كانت تبشيرية, بما في مستشفى رمى الله الحكومي هذا كيف بدأ تبشيري. ومين كان فيه على فكرة النيرسات الموجودات اللي هم يسموهم ممرضات؟ كانوا الرهبات اللي كانوا في قبل ما يتحول فيما بعد لمستشفى حكومي. وشوفوا في القدس كمان المستشفيات كلها شو أصلها كان, لحد اليوم في منها لا يزال. فكانوا يدخلوا للناس عن هذا الطريق, خصوصا إحنا المسلمين يعني يدخلونا وين في فقر جمعيات ومش جمعيات وأعطي مساعدات, وين في الطب وبكون انسان ضعيف ولما تعامله بلطف هيك وتمام. ومين اللي بيعامله بلطف؟ الراهبه كانت تكون لابسه وهي الممرضه اللطيفه. على فكره بيكونوا لطيفين جدا ولكن في احيانا بتلاقيهم ايش بشعين في جرائمهم, لكن قادرين انهم يبينونك انهم لطيفين لما بايش لما بدهم يكسبوك ولما بيشعروا انه هذا الطريق بزبطش بكشروا عن انيابهم. تجد مجرمين غير شكل. طيب الآن وقضية الجامعات والتعليم, هو لما فتحت الفرنس مثلا لما الفرنس هون عندنا في البير شو أساسها؟ الكويكرز اللي افتتحوها. وفي القدس المدارس التبشيرية واللي موجود في رام الله كمان شو كان أصله؟ التركيز على التعليم, لأنه هذا التعليم أنت بدك تنشئ الولد من هو صغير. هذه أساليب وهذه أساليب إذا بتلاحظوا بدأت لما إحنا وعينا الآن بدأت تفقد على فكرة فعاليتها. اليوم اذا بتلاحظوا اختلفت الامور كثير, لكن هم كانوا بيستغلوا لما كنا احنا ايش متخلفين وفي فقر وفي ضعف واصلا الامه ضايعه وما فيش حكومات عادله الى اخره, والحكومات تكون متآمره كمان مع هذول الناس. طيب ايش جاب هذا الكلام؟ قلنا انه اليوم في اساليب, يعني حتى الغربي لما كان يحتل بقوته العسكريه كان مرات يخلي القوة التبشيرية تسبقه أو تكون معه أو تكون وراه بعد ما يطلع إذا طلع. لأنه النواطير هاي اللي أنتم شايفينها في أكثر بلادنا اللي بسموهم حكام العرب والمسلمين خصوصا في بلاد العرب, لا هذول نواطير. ولذلك بيّنت حقيقتهم لما الشعوب أجت بدها تطالب بحقوقها وإذا بهم شو هم أبشع خلق الله على الأرض, يعني الاستعمار أرحم منهم بكثير تمام. طيب الآن نرجع, إذن هو في جهاد طلب وفي جهاد إيش دفع, اثنين موجودات لكن الأصل في جهاد الطلب مصلحة الشعوب. كن قال لك اليوم طيب في نووي أي ماشي, ما هو مثل ما في نووي في هيدروجيني. مين قال لك؟ أنا اليوم كمان مفتوح لي إني أتكلم مع الناس وأقنعها. طب وانا ليش ألجأ لأساليب ثانية؟ طالما مفتوح المجال اني اتحدث وممكن هو يسلم ويقتنع بالاسلام ويؤثر. وهيكم بتشوفوا ابنائنا في الغرب كل يوم عم بيكسبوا ناس لصالحهم لصالح الفكرة الاسلامية. والغرب ليش بيكذب على لسان علينا؟ ليش بيكذبوا بزيف الفكرة الاسلامية؟ اليوم مش مشان يزيفها في نفوسنا احنا زي ما كان في الماضي, اليوم قصده يضع حواجز بين شعوبه والفكرة الإسلامية. بس الفكرة الإسلامية عم تقتحم ليش؟ لأنه المسلمين أصبحوا قادرين على التواصل ونقل الفكرة بالشكل الصحيح وعندهم علم وقادرين. واليوم لما قالوا على فكرة
نظام عالمي جديد، نظام عالمي جديد بدأ في 90 مش هيك؟ تقريبا 1990 هذه النغمة، مع أنها هي موجودة من قبل. نظام عالمي جديد، تصورت الناس أنه النظام العالمي الجديد هو نوع من خطة، طبعا هي خطة أصلا لسيطرة لسيطرتهم. بس هم على فكرة بدوا يدركوا الآن أنه الفكرة الإسلامية، أنه هم الآن مغتاظين على فكرة من المسلمين، أنهم مسلمين، المسلمين الأذكياء، المسلمين القادرين على توصيل الفكرة، ومش الحرب العسكرية. والآن صاروا قادرين المسلمين في الحرب الفكرية، وإنه يكونوا هم المسيطرين وقادرين على نشر الفكرة. بدوا يكتشفوا على فكرة إنه هذه العولمة في وسائل الاتصال وغيرها صارت بترتد عليهم سلبي، وعلى الفكرة فكرتهم ضعيفة أصلا في مواجهة الفكرة الإسلامية لما صرنا إحنا واعيين. فبالتالي أنتوا راح تشوفوا في المستقبل قيود، راح يكون في قيود على مثل هذه الأمور، ويبدوا يتراجعوا شوية بطريقة أو بأخرى عما يقولونه من عولمة، مش هيك؟ من عولمة. لأنه عندك مليارين مسلم الآن، هالمليارين مسلم أكثر على فكرة، سبق أكثر من مرة قلنا، لأن أنا دارس الموضوع من سنين كانوا 4 مليارين المسلمين، فالآن قديش صاروا الآن طبعا، وصاروا يتعلموا وصاروا موجودين في معظم بقاع العالم ويأثروا. واليوم الوسائل الاتصال هاي صاروا المسلمين يستغلوها كمان، لأنه المسلم بدفعوا إيش عقيدته، مش بحاجة تعطيه، يعني أنت تدفع له، مش مرتزقه. وهو في كثير ناس عندهم الدافعية وعم بيأثروا بشكل كبير. نرجع، إذن هذه مقدمات لابد منها برضو في موضوع الجهاد والقتال.